كلها بتتمثل لما جولي عدد من السيدات بيشتكوا من ان في واحده اسمها سلمى صح صاحبه صفحه اسمها على الموضه هي واخواتها ومعاها واحده اسمها خلود الصاوي دي شريكه شركه بتاعت وسيط بتاعت شحن بتنقل الاوردرات بتاعت خاصه بشي ان وكده طبعا هي اخذت منهم ديبوزيت واللي أخدت منهم فلوس تمن الشحنات والكوبونات دي نظام كوبونات بيشتروها عشان خاطر يشتروا بيها ملابس من الخارج خاصه بتجار شي إن. ولكن هي طبعا لمت الفلوس دي كل لها بعد مده قصيره هى ما ظهرتش الا فى خلال شهرين آه الناس طبعا كانت بتطالبها لا بالاوردرات او بالكوبونات او بالفلوس هي رفضت ترد الفلوس او ترد الكوبونات وتهربت آه بالفعل الضحايا توجهوا لاسم شرطه اشمون لان ده محل اقامتها وقاموا بتحرير عده محاضر هناك آه وفي ضحايا حرروا عن طريق وحده مباحث الانترنت وفي حرروا عن طريق آه النيابه العامه وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية بعد مدة وجيزة من تحرير تلك المحاضر بالقبض على سلمى وآخرون والآن هم قيد التحقيقات ولم يصدر إلى الآن أي قرار خاص بالإحالة لأنها لسه قيد التحقيقات ولم ترد تحريات المباحث حول الواقعة بس اللي أقدر أقول لحضرتك فيه أن هم أكثر من 2000 ضحية وإجمالي المبالغ على حسب رواية الضحايا تخطت المليار جنيه يعني أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة ال 13 ضحية اللي معايا تخطت المبالغ فيها ال 15 وبتزيد وأنا كل يوم في ناس بتتواصل معايا ضحايا جدد عشان يعملوا لي توكيل وأقدر أباشر تفاصيل إجراءات القضية إحنا مرارا وتكرارا قلنا بلاش الاستثمار بلاش نثق على ناس على السوشيال ميديا إزاي أثق وأدي ملايين يعني أقل مبلغ 4 مليون وفي ناس 6 مليون وفي 8 وفي 12 مليون وفي برضو مبالغ متفاوتة أقل يعني مثلا 600 ألف و400 وفي 150 ألف كلهم تجار يعني مش هنقول بيستثمروا الفلوس لا هم عايزين يشتروا بضاعة الحاجات دي كانت في مقابل بضاعة وكوبونات عشان يقدروا بيشتروا بيشتروا بيها يشتروا بها لبس وحاجات من كده ما نعرفش ايه الدوافع ولا مين وراها ولا ايه الدافع اللي خلاها تعمل كده وعدم مردها للفلوس لسه التحقيقات لم تنتهي ولسه الموضوع ساير لحد دلوقتي الموضوع دلوقتي خاص بنيابه اشمون محافظه المنوفيه الايام القادمه التحريات هتكشف تفاصيل اكتر وهيبقي في مفاجات اكتر خاصه بالقضيه دي فاهمين التحويلات تمت ليها عن طريق انستا باي ودفون كاش وتحويلات بنكيه وطبعا الضحايا معاهم تحويلات ومعاهم اوراق تفيد بتلك التحويلات ومعاهم سكرينات بالكلام ده كله أه واحنا مستنيين أه تقرير النيابه واصدار قرار من النيابه العامه خاصه بالاحاله بالقضيه دي <applause>